اصبر 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 يا عم اصبر. الموز ولا العنب؟ ايه ده؟ موز. كلنا طبعا وحشتنا جنينة الحيوانات بقالها كتير قافله. النهارده احنا مش جايين بس عشان نتفسح، كمان عشان ندور على ملك الغابه الحقيقي. اهلا بيكم في سيلفي تيوب. احنا دلوقتي جوه جنينة الحيوانات وهنبتدي رحلة البحث عن ملك الغابة الحقيقي. هو جامايكا بيقول لي ورا الكاميرا تعالى يا جامايكا، بيقول لي الاسد. قول لي كده، قول لي في المايك الاسد، قول لي بحبك في المايك. ملك الغابة الاسد معروف يعني. مين اللي قال معروف؟ اسأل اي حد. سألت اي حد؟ اسأل اي اتنين. ايه هو اللي اسأل اي اتنين؟ والله يقول لك. ايوه ماشي. هل الاسد هو اقوى حيوان؟ مش قصه اقوى بس معروفه. انت هل الاسد هو اذكى حيوان؟ الحلقه اتغير بيها ثوابت سنين، يعني احنا سنين ملك الغابه. انت جاي تخدعنا مثلا النهارده وتسأل. حلو قوي الكلام ده، نقف بقى نحط دبوس عند النقطه دي ونقف عندها. احنا في ثوابت ان الاسد ملك الغابه. صح جدا. حلو. القرد بيحب الموز ولا العنب؟ الموز طبعا. هنشوف. ولو بالذكاء يبقى الشمبانزي هو ملك الغابه. انت قول هو ملك الغابه مين؟ ملك الغابه الاسد. الاسد مين اللي قال بقى؟ عشان قوته، عشان الحيوان اللي هو عاوز ياكله بياكله. اه خدوه ان هو ملك. يعني هو اقوى حيوان؟ لا الاقوى سيد قشطه. يعني مش هو مش اقوى حيوان؟ لا مش اقوى حيوان. تمام. قول لي بقى انت تحب الموز ولا العنب؟ موز اهو، موز اهو بالظبط كده. كل الناس فاكره ان القرد بيحب الموز اكتر، القرد بيحب العنب اكتر من الموز. يبقى زي ما احنا مقتنعين الاسد هو ملك الغابه. لا الاسد مش ملك الغابه. كوكو سقف يا برنس. برنس سقف. تاخد موز ولا عنب؟ عنب برضو. انجي سقف يا انجي، سقف انجي. تاخدي موز ولا عنب؟ اتفضل. ايه ده؟ موز. ايه ده؟ مش عايز موز؟ طول ما شايف العنب. طالما في عنب انا شلت شنطه العنب دي ومشيت، هاكل الموز اللي انت بتهدفه ده غصب عني. انا عايش عمري كله على ان القرد ما بياكلش غير موز. يلا خد شاور وتعالى. شاور يلا خد شاور وتعالى. يلا وجاب السمكة؟ اه بيجيبها دي. يا عم فتحي دلوقتي احنا قدام اكبر حيوان في حديقه الحيوان. ايوه صح. هو مين ملك الغابه؟ فرس النهر. اشمعنى؟ هو اكتر حاجه على مستوى العالم. اقوى حاجه؟ اقوى حاجه على مستوى الحيوانات كلها. امال ايه الاشاعه اللي طالعه ان الاسد هو ملك الغابه ده؟ لا هو ده اقوى من الاسد. بس دي كده بقول لك ملك الغابه. طيب احنا جايبين هديه صغيره لفرس النهر فعلى الله. لا مش كده يا دكتور. ما هي اصبر 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 يا عم اصبر. امك عايز امسك كده عايز. تعالى يا جماعه البطيخه ما بتاخدش اي مجهود، يعني ما شاء الله يعني. تمام احطها له كده بقى. يا اصبر هنحطها. تعالى عندي. هو بيحب البطيخ قوي. الفك ده ضغطه قد ايه؟ اللي انا قريته انه 128 كيلو، فطبيعي ان بطيخه ولا تعمل معاه اي حاجه يعني. الحديد انه ضيق، هو كان ياخد البطيخه اصلا الحديد انه ضيق. اه عشان الحديد ضيق. انا قلت اجيب بطيخه كبيره عشان ما يقدرش عليها. هو الحديد ضيق. اه بس ما فيش حاجه ما شاء الله. الحديد واسع ياخدها على طول. اكتر حيوان على مستوى الحيوانات كلها هو دي فرس النهر. فرس النهر هو اقوى حيوان. هو اقوى حاجه. اسد قصاد فرس نهر؟ لا ما ينفعش، دي اقوى منه كتير كتير، واقوى من التماسيح واقوى من اي حاجه. انت بقى لو عايز تسالني انا رايي المتواضع عن ملك الغابه
فهو فرس النهر بلا منازع. استنى اكل مدام شوشو. فرس النهر ده اللي هو السيد قشطه هو اللي قتل الملك مينا. حد قال للملك مينا يروح جنب فرس النهر؟ تخيل اللي قتل الملك مينا موحد القطرين، مش هيغلب في ملك الغابه يعني. دي شنبات اسال على النبي. مدام شوشو دي مدام شوشو كريمه كريمه وعايده وعايده هو مفيش رجاله هنا تقابلني ولا ايه؟ فوزي فوزي اللي نايم في الميه. ايوه برضه ملوش اي شخصيه في الموضوع. لا نايم واكل ونايم اهو. ودي يا عايده نايم في الميه. ودي الحريم بتاعه. انتوا طالعين تاكلوا له يعني؟ ممكن مدام شوش اتفضلي. احنا متشكرين جدا ليك والله. بيوفر لهم هل انت شايف ان الاسد اقوى حيوان في الجبل؟ اقوى منه طبعا. مين اللي اقوى منه؟ في طبعا في حاجات كتير اقوى منه، بس هو طبعا هو ملك الغابة عشان الشخصية بتاعته. الشخصية بتاعته جامدة شوية عشان كده بس بيسموه ملك الغابة. الشراسة بتاعته الشراسة بتاعته شرس. اسمه ايه بقى؟ ده اسمه هاني. ايه هاني؟ بس خلاص يعني خلاص طبعا وقت الاكل ما يعرفش حد. طبعا وقت الاكل ما يعرفش حد. ايه هاني؟ عنده كام سنه هاني؟ عمره 12 سنه. ايه هاني؟ ايه هاني؟ ايه هاني؟ بس خلاص 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 12 سنه. هو الاسد البالغ كام سنه؟ ايه؟ الاسد البالغ كام سنه؟ الاسد البالغ من 6 سنين. 6 سنين يعني ده راجل كبير اصلا. بالنسبه لملك الغابه ليه الاسد هو اللي محتكر اللقب ده؟ وهل حضرتك شايف فعلا ان هو فعلا ملك الغابه ولا؟ طبعا هو حق يعني الاسد متعارف ان هو ملك الغابه بصفاته وقوته والحاجات اللي ربنا منحها للاسد هي دي اللي بتديله مش بس القوه مش بس التشريح الجسماني لكن بالصفات نفسها. فطبعا لكن لو قلنا مثلا الذكاء والقدره على التفكير والافتراس ممكن يكون في حيوانات ثانيه اكثر من الاسد زي الشمبانزي زي لكن الاسد بيتمتع بصفات اخرى هي اللي مخليه ملك. اولا هو ليه هيبته تشريحه الجسماني وشكله هو ده اللي مديله الهيبة في الغابة. أيضا الصفة التشريحية بتاعته هو بيتمتع بمخالب تعتبر زي السكاكين. لو حضرتك شايف ان الأسد ملك الغابة لو شايف ليه منافس أول في الغابة مين اللي ممكن يحتل المرتبة الثانية في القوة طبعا والشراسة؟ الشراسة نقدر نقول برضو يعني في يعني ممكن حيوانين تانيين ممكن نقول الشمبانزي وإنسان الغابة والغوريلا الحاجات اللي هي القرد العليا البرايميتس. البرايميتس دي فيها قوة كبيرة جدا وبعدين عندها قدرة على التفكير. النمور النمور برضو فيها شراسة رهيبة جدا وفيها قدرة على الافتراس عالية جدا. فدول حيوانين كبار جدا او من العائلات اللي ممكن برضو تفرض سيطرتها على الغابه بشكل كبير جدا في عدم وجود برضو الملك الاصلي. وخرجنا من جنينه الحيوانات ومع احترامي لراي الخبراء والمتخصصين اللي بيقولوا ان الاسد هو ملك الغابه، الاسد ملك القطيع اللي عليه لحد ما يجي اسد اقوى منه ويطرده. على فكره انا مش ضد الاسد، انا بحب الاسد جدا لكن انا مقتنع انه مش ملك الغابه. دور على اليوتيوب للاسد على فيديو بيدافع فيه عن حد من الغابه مش هتلاقي، لكن هتلاقي الفرس النهر. ليه بقى انا برشح فرس النهر انه يبقى ملك الغابه؟ لانه ببساطه رغم القوه دي كلها ما بياكلش في رعيته. وفي نهايه الحلقه قول لي انت كمان شايف مين احق بلقب ملك الغابه وقوله لي في التعليقات تحت. وعايزين نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك على الفيسبوك و 30,000 لايك على اليوتيوب. ليه؟ لان ده لو حصل ان شاء الله هنعمل تحدي ما بين الاسود والفهود. فما تنساش بقى في نهايه الحلقه تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وشير ويا رب دايما اشوفكم بخير.